الحمد لله الذي أتم على حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة في ظل ما توفره المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانات بشرية ومادية وبنى تحتية خدمة لضيوف الرحمن، تقبل الله حجهم وغفر ذنبهم. معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، السيدات والسادة ضيوف وزارة الإعلام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في الحفل الختامي لوزارة الإعلام على شرف ضيوفها لموسم حج هذا العام 1440 للهجرة. صاحب المعالي، أيها الحضور الكريم، خير بداية لكل بداية تلاوة آيات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. صاحب المعالي، الضيوف الكرام، تشاهدون الآن فيلما بعنوان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. شرف الله المملكة السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وخدمنا نفخر بها وجعلنا رعايتها واستنامتها في قمة الاهتمامات. Thank you.
معالي الوزير، أيها الحضور الكريم، هذه كلمة ضيوف الوزارة من الإعلاميين يلقيها نيابة عنهم الأستاذ ياسر العرابي رئيس التحرير في قناة النهار، مع التنويه لحضراتكم بأن الترجمة متوفرة من خلال الأجهزة الموجودة أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الوزير الأستاذ تركي الشبانة، سعادة المستشارين، حضرات السادة من مسؤولين ومدراء، ضيوف وزارة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة أزفها لكم من أرض الشهداء الجزائر إلى أرض الحرمين الطاهرة. قد لا يتذكر الإنسان كل محطات حياته على مر سنوات عمره بكل تفاصيلها، فذاكرة البشر وإن استطاعت تخزين الكثير لكنها تبقى قاصرة ناقصة. غير أن رحلة حجي هذه السنة ستكون إحدى المحطات التي ستبقى خالدة في ذاكرتي مهما طال الزمن وبلغ العمر، خالدة بما صادفت فيها من تجربة تاريخية لرحلة إيمانية بعبق روحاني شذاه يفوح عبر ربوع هذه الأرض الطيبة التي حباها الله بالحرمين، فكانت بحق أطهر البقاع وأقدس الأماكن. قبل أيام ضاعت مني حقيبتي اليدوية أثناء أدائي لمناسك الحج بميناء، وهو حادث عارض بقدر ما تسبب في الحط من معنوياتي بقدر ما جعلني أكتشف وجهاً آخر لشعب المملكة وقيادتها ومسؤوليها. اكتشفت وجه التضامن مع المحتاج، والتآزر مع الموجوع، وجه التكاتف مع الضعيف، وجه الرحمة والوقوف مع صاحب الضرر، فتغير إحساسي من إنسان غريب إلى صاحب الدار، فلم أصبح جزائرياً بل حاجاً سعودياً يتقاسم معي ضرري، كل جهة أشتكي لها حالي. بمشاعركم النبيلة وعواطفكم الجياشة غمرتموني، وكنتم بحق خدام ضيوف الرحمن فعلاً وليس قولاً. فأن تحس بأقصى درجات الأمن والأمان قد يكون أمراً مبالغاً فيه مهما كانت قوة الدول وعظمة أجهزتها الأمنية، لكن في محطة حج 1440 هجرية التي عشتها كان جنود المملكة ممدودين بجنود الله تحرسهم ملائكة الرحمن، وهم يبعثون السكينة والطمأنينة وسط حجاج بيوت الله بيت الله، يحرسون حجيج الله بأعينهم وأفئدتهم، وعين الله التي لا تنام تحرسهم. معالي وزير الإعلام، الضيوف الكرام، ما عشته خلال أدائي لمناسك الحج في ضيافتكم الكريمة أكد لي قوله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهو ما ينطبق على المملكة العربية السعودية بفضل السياسة الرشيدة لقيادتها وجهود كل الجهات الحكومية الساهرين على أن ينزل ضيوف الرحمن ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين، وهي جهود أثمرت بداية تجسيد الحج الذكي بمبادرات رأت النور كطريق مكة المكرمة، مبادرة أصبح كل إنسان مسلم يتمنى أن تطبق في بلده. معالي وزير الإعلام، الضيوف الكرام، إخواني، ليس من سمع كمن رأى، وها نحن اليوم نرى بأعيننا وبقلوبنا كل ما تعلق بتنظيم وتطوير الحج وتأمينه من خلال برنامج الجولات والزيارات التي نظمتها وزارة الإعلام لضيوفها مشكورة على ذلك. فرصدنا بعدساتنا وخلدنا بأقلامنا جهود قوات تأمين الحج على اختلاف تخصصاتها،
وتجند أبطال الصحة وسهر العاملين من كل القطاعات على ألا تعلو كلمة في المملكة غير كلمة لبيك اللهم لبيك، بعيداً عن كل المهاترات والمحاولات التي لم تفلح في تعكير صفو الحج، أليست راية هذه الأرض لا إله إلا الله؟ ولأن الكلمة أمانة، فإني أوصي نفسي وإخواني من الإعلاميين على عظمة الأمانة ودورنا كإعلاميين في نقل ما رأيناه دون زيادة أو نقصان، ليس من المجاملة أو المدح، بل من باب إعطاء كل ذي حق حقه. ذلك العسكري الواقف تحت أشعة الشمس لساعات طوال يرش الحجاج برذاذ الماء بابتسامة على محياه، هي صورة لن أنساها ما حييت. يقف لساعات محترقاً تحت أشعة الشمس لأحج أنا وتحج أنت في أمن وأمان. معالي وزير الإعلام، الضيوف الكرام، إن برنامج الزيارات الميدانية الذي دأبت وزارة الإعلام على تنظيمه لهو خير وسيلة لإطلاع العالم العربي والإسلامي والغربي على جهود المملكة في تنظيم وتأمين الحج، حتى يكتشف كل العالم عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية الإقليمية والدولية أي جهد يبذل وأي سياسة حكيمة تنتهج. ستبقى استضافتنا هذه خالدة في حياتنا، وسيبقى كرمكم دينا علينا. أعز الله وطنكم وأوطان المسلمين وحباكم برعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب المعالي، أيها الحضور الكريم، تشاهدون الآن فيلماً يحكي قصصاً مختارة من حج هذا العام. وهذه كلمة ضيوف الوزارة من المشاهير يلقيها نيابة عنهم الممثل الإندونيسي دودي هارلينو هانيف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. First of all, I would like to give my gratitude to Allah Ta'ala so that I can stand here in front of all of you. And also peace and blessing be upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Before I start a little bit of my journey, I would like to say thanks to the Ministry of Media of Saudi Arabia, who invited me and gave me the unique opportunity. I would like also to say thanks to the Saudi Arabia Embassy in Jakarta, who helped me to finish the visa process. This journey of faith
was like a dream come true. Never once in my life I thought that I could go to Hajj with this invitation that I got now. Not only that, I knew pilgrim to Mecca is the fifth pillars of Islam, but I put this on top priority on my bucket list. There are lots of Indonesian people who dreams to go to Hajj, and they would do anything to make their dreams come true, even if they have to wait for 5 or 10 or 15 or maybe 20 years. Alhamdulillah, Allah Ta'ala is the best planner after all. Allah has all the unexpected plans for those who worship Him and have faith in Allah. Weeks ago, I was told by the media ministry that I'm selected to be as a guest for Hajj, and then Mr. Ahmad Suryana, who worked at the Saudi Arabia Embassy in Jakarta, he called me, and then he went straight to the point, asked me that you are selected to join the Hajj. I was shocked and happy because I'm confused, and then I asked him back, is this for real? Are you serious? He said, yeah, you are selected. I asked him for time to think and discuss with my wife and my family, because this is the sudden opportunity and I will give the answer before Zuhur time. My wife and my parents, they were shocked and half tears in their eyes. They said that, why reject the rizki from Allah? Just go without any hesitation. Within 2 days, I landed safely in the holiest city. To be here as a Hajj pilgrim made me feel blessed and grateful. I met lots of people from different countries like Yemen and Pakistan. I have two of my brothers, the great actor from Pakistan, Hamza and Atif Aslam, mashallah. And then I have two sisters from Malaysia, the great singer, Wani and Mira, mashallah. And people from Yemen, also from India, from Sudan. Nonetheless, perform the rites of Hajj was the most extraordinary journey. Alhamdulillah, there was nothing to help up the process, and the facility that were provided by the ministry were very, very satisfying. So thanks Ministry of Media of Saudi Arabia for the amazing service. May Allah repay your kindness and double the rewards. Amin ya Rabbal Alamin. And this is an initiative as per the 2030 vision, which I think is really great, a way to make the journey of Hajj easier. It is called Road to Makkah, a program where all the process for Hajj pilgrim become easier and quicker. Start from the process at the Soekarno Hatta International Airport, to the immigration, to the Jeddah International Airport, the immigration process, the Hajj pilgrim baggage belonging, and many more process. The number of people from Indonesia who wants to go to Hajj, huge every year. Therefore, with the Road to Mecca initiative, inshallah, we'll speed up the process and save the energy of the Hajj pilgrim. Saudi Arabia and the Indonesian government have very strong relation. We are looking forward of a such smart Hajj plan as per 2030 vision in the future. There are moments I could not describe with words.
I'm happy. I was very happy to the news that Saudi Arabia emerging as part of 2030 vision with Saudi young generation is now leading the country. Once again, I want to say thanks to the Ministry of Media for the invitation and service for all of us. I'm returning back to my country with a nice memory of your country. I'm taking tolerance in one hand and peace on the other hand. It is one of the most memorable journey indeed. Thank you. My name is Judy Harlino from Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاحب المعالي أيها الحضور الكريم، تشاهدون الآن فيلماً يحكي انطباعات ضيوف وزارة الإعلام لحج هذا العام 1440 للهجرة. لما يبقى متجمع أكثر من 2.5 مليون مسلم في مكان واحد، أعتقد أن رسالة الإعلام تبقى هي الرسالة الأهم. كل أهالي الحجاج عايزين يطمنوا عليهم. الإعلام عمل كل ده الحقيقة. الإعلام نقل رسالة من أرض الواقع. أعتقد أن تجربتي لحج هذه السنة في ضيافة وزارة الإعلام الأكارم وفي ضيافة المملكة العربية السعودية، أعتقد أنني مجبر وملزم على توثيقها في كتاب. كل الأجناس بتتلاحم في شكل رائع شديد الروعة، وكل يؤثر الآخر على نفسه. هذه الصورة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، لو قدرنا نوظفها بالشكل الصحيح، أتصور إن إحنا نقدر نعيد الصورة الصحيحة للمسلمين. ممتن غاية الامتنان لهذه الرحلة التي قمت بها إلى بلاد الله الحرام وإلى المشاعر، يعني خاصة اللحظات التي عشناها في عرفات مع تساقط الأمطار. يعني هذه لحظات، رغم أنني سبق أن حججت أكثر من مرة، أعتقد أنها لن توصف. كثير من التطورات، يعني المملكة تنافس نفسها وتكسر الأرقام القياسية من كل عام لآخر عبر تطور كبير جدا في الخدمات. نجد ذلك في المشاعر المقدسة، في عرفات، في مزدلفة، في ميناء، في التفويج، في 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 إدارة الحشود. الحمد لله، my Hajj experience has been more than rewarding. It's been more than rewarding. It has increased my iman so much. It has shown me how large the Muslim Ummah is. And the media aspect of the Hajj has also been extremely fulfilling. I've made memories that I don't think I'll ever forget in my life. ما عجبني صراحة في هذه التجربة هو ذلك التنسيق الجميل بين وزارة الإعلام والإخوة في الخارجية السعودية، من ناحية سرعة إصدار التأشيرة، ثم الوصول إلى جدة، فريق جميل ومتكاتف مع بعضه البعض، ثم يسر التنقل بين الأماكن. يعني لابد من شكر وزارة الإعلام ممثلة بمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله وكل العاملين في وزارة الإعلام على إظهار الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لما يقوم به الحجاج. وفعلا الإجراءات التي تمت هي إجراءات غير مسبوقة ومنظمة تنظيما رائعا. السعودية العظمى رأيناها في أجل معانيها بتلك القدرات الضخمة المالية والبشرية، وكأن السعودية أصبحت خلية نحل تعمل بدون انقطاع وعلى مدار الساعة. فهنيئا لكم بهذا الجهد العظيم، هذا الجهد الكبير. صاحب المعالي، تتفضلون الآن بتكريم الجهات التي كان لها دور كبير مع وفي وزارة الإعلام في موسم حج هذا العام. تتقدم وزارة الإعلام بخالص الشكر والتقدير لسعادة اللواء محمد بن عبد الله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، ويتسلمها نيابة عنه سعادة العميد سلمان الجماعي
مدير الإدارة العامة للمرور في جدة، قائد مرور مزدلفة، على ما قدمه رجال المرور المرافقين لضيوف الوزارة من جهود مميزة في تسهيل انتقال وحركة ضيوف الوزارة في المشاعر خلال حج هذا العام. كما تتقدم وزارة الإعلام بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور محمد خوجة رئيس مجلس إدارة فندق الدار البيضاء على ما قدمه من جهود مميزة من خلال فندق الدار البيضاء في مجال الضيافة والخدمات المساندة لضيوف وزارة الإعلام خلال حج هذا العام. وزارة الإعلام تشكر فريقها العامل في حج هذا العام على ما قدموه من جهود في خدمة ضيوف الوزارة خلال الحج، ويتسلمها نيابة عنهم سعادة المشرف العام على الإعلام الخارجي الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي. أيها الحفل الكريم، هذه كلمة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، ضيوف وزارة الإعلام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والمسرات. أصحاب المعالي والسعادة، لقد شرف الله المملكة العربية السعودية وأخصها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، ووضعت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ضيوف الرحمن في قمة اهتماماتهما، وسخرت لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم بيسر وسهولة وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. مكملة بذلك الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها جلالته المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي من هذا المقام بأن أرفع باسمي وباسمكم جميعاً خالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على اهتمامهما الشخصي بالاستعداد الكامل لموسم الحج ومتابعتهما الحثيثة لأوضاع حجاج بيت الله والإشراف المباشر على جميع مراحل الحج، حتى اطمأن رعاهم الله على اكتمال كل وجه من هذا الشأن، فجعل الله جميع ما قدمه ووجه به في موازين حسناتهم، ونسأل الله أن يثيبهما على ذلك الجهود الكبيرة خير الجزاء. الزملاء الإعلاميين الكرام، نحتفي اليوم بنجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هجرية، والذي غطيتموه لأنشطته ومناسكه أكثر
بالغ في نقل الصورة الحقيقية عنه للعالم، من واقع عاشه ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وقد رأيتم ونقلتم للعالم أجمع ذلك التحدي الكبير في إدارة ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يجتمع ما يتجاوز 1.5 مليون حاج وحاجة في وقت واحد في أماكن محددة المساحة، قادمين من كل فج عميق، وهو ما سجل ميزة للمملكة العربية السعودية في إدارة الحشود على مستوى العالم. الزملاء الإعلاميين الكرام، نحن مدعوون من مختلف مواقعنا ومهامنا إلى حسن استثمار لقائنا في أقدس بقاع العالم مكة المكرمة، في تعزيز العلاقة بيننا والاتفاق على تنسيق الجهود لخدمة الأمة الإسلامية، وذلك عبر إيصال رسالة التسامح والاعتدال ونبذ خطابات التشنج والتطرف. وفي الختام، أود أن أعبر عن شكري وتقديري لكافة أعضاء الوفود الإعلامية العربية والإسلامية والعالمية على إسهامهم في إنجاح التغطية الإعلامية لموسم حج هذا العام، كما أشكر كل من أسهم في نقل أخبار الحج على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. وفي الوقت نفسه أهني زملائي في وزارة الإعلام بكل طواقمها الفنية والإدارية وكافة الهيئات التابعة لها بهذا النجاح، وأشكرهم على ما بذلوه من جهود جليلة هي محل تقدير كبير مني شخصياً ومن كافة الأوساط الإعلامية. أسأل الله لكم قبول أعمالكم، وأن يجعل حجكم مبروراً وسعيكم مشكوراً ودعاءكم مستجاباً، وأن يعيدكم إلى بلادكم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، ستظل المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً خادمةً للحرمين الشريفين. نلتقيكم في حج العام القادم وأنتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.